كما أدى أيضا إلى مقتل 3 من أحفاده. وأضافت الحكومة الليبية أن القذافي لم يصب خلال القصف الذي استهدف المنزل. وقد اصطحبت الحكومة الليبية عددا من الصحفيين إلى المنزل الواقع في حي سكني وهو مصاب ب4 صواريخ. ويأتي هذا القصف بعد أقل من 24 ساعة على قصف مماثل في طرابلس وضعته مصادر العقيد في إطار محاولة لاغتياله. وكان العقيد القذافي قد دعا قبل ذلك إلى وقف لإطلاق النار وهو ما رفضه الثوار وحلف الأطلسي على حد سواء. من جديد اهتزت العاصمة طرابلس ليلا بعدما كانت نيران الأطلسي في ليلة سابقة قد اقتربت من معمر القذافي نفسه. فبحسب مصادر العقيد القصف الذي نفذته طائرات الحلف كان مجاورا للمبنى الذي كان يتحدث منه العقيد فجرا عن ضرورة أن يفقد الناتو الأمل من مسألة رحيله عن ليبيا، لكن